ميلاد وانطلاقة شرارة ثورة السودان المجيدة لتؤكد أن ولاية النيل الأزرق أنها قادرة على استشراق سودان جديد يحقق تطلعات الشعب السوداني الذي انتظر كثيرا. نقدر نقول أن شرارة الثورة السودانية العظيمة والمجيدة دي كانت مهدها في ولاية النيل الأزرق في مدينة الدوازين. الثورة دي هي كانت ثورة بتاعت وعي حقيقي، ثورة بتاعت وعي بالحقوق في المقام الأول ثم المطالبة بها. فيما يرى آخرون إلى أهمية إحلال السلام خاصة بالمناطق المتأثرة بالحرب للاستفادة من المقومات التي تسخر بها تلك المناطق. أتمنى أنهم يراعوا لحتة كفاهم خلاص الشر ويجوا راجعين لأرض الوطن عشان كلنا نتحد مع بعض ونبني ونعمر. ولاية النيل الأزرق محتاجة لنا كلنا أنه نكون متحدين مع بعض عشان نقدر نوديها لقدام. كفاية أنه إحنا نتعامل كمعاملة حامش. إحنا بعد تاني مسيرة السلام إحنا كمرة إحنا بنقودها، وفي التفاوض إحنا بنمشي. كان في جوبا بنمج، كان برا السودان احنا بنمج عشان دارين نجيب شنو حقنا وحقوق المرأة. احنا تاني ما بنسكت ولا بنرجع لورا. إرساء دعائم الأمن والاستقرار ونبز القبلية والجهوية تعد خطوة لاستدامة السلام. قلنا انه كل السودانيين نتحد نبني السودان، نبني السودان كله، ما النيل الأزرق، ما جنوب كردفان، ما دارفور. نتمنى انه نبني السودان. السودان عشان ما نبنيه كلنا لازم كلنا كسودانيين نعاين لمصلحة السودان اول. المواكب العفوية التي جابت شوارع مدينة الدمازين تشير إلى أن بقوة الإرادة تستطيع أن تحقق كل ما تصبو إليه. عصام طه، تلفزيون السودان، ولاية النيل الأزرق. طيب التحية للأكرم منا جميعا شهداء الثورة السودانية على امتدادها، والتحية لكل المصابين عاجل الشفاء لكل المصابين والجرحى، والتحية ليكون عبركم كل الشعب السوداني. طيب أنا عايز أتكلم عن اللايف ده لثلاث مواضيع محددة حتى نشيل حالة الضبابية وحالة التغبيش اللي مخيمة علينا وعلى السوشيال ميديا اللي بنتابعها كلها. طيب ثلاثة مفاصل أساسية أو ثلاثة مواضيع أساسية أنا هتكلم عنها بسرعة جدا في لايف مختصر، أتمنى أن الرسالة تصل. أولا بحتذر لكل الناس المتابعين في الصفحة، أنا أخواننا محظور من الصفحة بتاعتي بتاعت الفيسبوك من شهر 11 من 28/11 إلى 22/2 يعني السنة الجاية، يعني محظور حوالي 4 شهور، وبالتالي ما بتصهر الحاجات دي يمكن في الصفحة، لكن أنا مواصل يعني بنزل حاجات في الصفحة بشكل شبه يومي يعني بالرغم منه هي محظورة وأنا عارفة ما بتصل لدول. دي المعذرة. أي صديق متابع للصفحة بتاعتي لو عايز يتابعني حاليا بيجدني أنا في الانتفاضة الآن، صفحة الانتفاضة الآن. طيب دي الحتة الدارة نوه لها للأذلة الكثيرة، والأذلة دي من ضمنها اللي هو الثلاثة مواضيع الأساسية اللي هتكلم عنها في اللايف بتاع حسب أولويتها، واللي هي بتتمثل في المسألة بتاعة الموكب بتاع النظام البائد والكيزان عميس يوم 14، والقضية الثانية اللي هي قضية محاكمة المخلوع البشير، والقضية الثالثة اللي هو تعيين مجلس إدارة رئيس مجلس إدارة جامعة نيالة. ثلاثة مواضيع دي مهمة، والثلاثة مواضيع دي أنا تقريبا اتكلمت عنها بالذات في خلال الشهرين اللي فاتوا ديل، كان حاسس الحاجة دي أو قارية بشكل كده يعني واضح، يعني ما كان داري له استباق كتير يعني. فحابدأ بالموضوع الأول اللي هو موضوع الموكب. طيب السوشيال ميديا يمكن أغرقتنا بالأخبار، غطت يعني الموكب أخبار وغطت السوشيال ميديا بشكل كامل متكامل، ما أدت فيه فرصة أو أي حالة بتاعت تسجيل لأي موضوع تاني. أصبح الموكب هو الأساس، ما بين ذول بيقول لك يا اخ والله الموكب فشل، وذول يقول لك والله جرو، وذول يقول لك والله ما 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 بأثرين في حاجه ولا 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 ولا، وانه عددهم ما كبير و و و الكلام الكثير ده كله انا دار اغربله لكم في حته واحده. ده يا اخواننا كله مصيده
مصير ده بوعينا بعدم وعينا بعدم انتباهنا الكثير. قلنا ايه الثورة دي وعي، لكن الوعي ذاته يا اخواننا حالة الضبابية فيه بيتدخل في حتات عتمات كده ده مظلمة جدا، بيكون فيها رؤية ما واضحة، وده الكلام اللي انا قاعد اتكلم عنه خلال الشهرين اللي فاتت دي. بس كيف انه انقي اجواء الثورة انها ترجع لحالة الوعي بتاع السنة اللي فاتت اللي كان مستمر لهنا. حالة الوعي يا اخواننا في الشارع السوداني الان بدت تقل. ليه؟ لانه الثورة المضادة قدرت تنجح وقدرت توجهنا نحن، يعني نحن الليلة في السوشيال ميديا موجهين بالمناسبة. اي ذول بيعمل كوبي بيس بيشيل من هنا لهنا وبينقل من هنا لهنا، ده كله يا اخواننا توجيه. الرسائل بتوجه ومعظم الرسائل دي ده زمان ده كان شغلنا، يعني احنا بنكتب المواضيع ما بنديله بيسي ما بنديله باي شيء، بتمشي تشتغل شغوله بتاع التوعيه المحدد ذاك. دي كانت رسائل بتاع التوعيه. هسه في رسائل بتاع توعيه مضاده او ثوره مضاده اللي هي في اتجاه ثاني، لكن يعني احنا بدون ما نجعر بنلقى نفسنا انه بيهيئ لك ان الحاجه دي بتمثلك، لكن حقيقه لا، هي بتودينا في عاتم الهنا. اولا العمل السياسي يا اخواننا ما دلت يجرون للعدد انه كبير وما كبير، الكلام ده انا قلته تحديدا قبل 6 اسابيع، قلت يا اخواننا المواكب الصغيره اللي بتطلع قدام كوبر دي بتاعت العشره دي اذا احنا ما واجهناها بحاله بتاعت وعي كبير جدا مكثف جدا للشارع الفلاني، المساله دي حتتطور وحيصلوا 1000 حيصلوا 2000 حيصلوا 3. وقلت الموضوع انا ما بعين له رقم. العمل السياسي يا اخواننا العمل السياسي عنده حالتين اساسيات للعمل السياسي عشان ينجح، توقيته السياسي والزمني. الزمني له للعمل السياسي لابد يكون ملم بشروطه كلها السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه وكده، ده العامل الاول للنجاح. والعامل الثاني له طوالي هي قياس درجه التاثير بتاعه. ما العدد ممكن يطلعوا 2 بس، لكن يشغلوا حالة السوشيال ميديا ويوجهوها لحتات هي تخدم الحالة بتاعت التأثير القصوى المطلوبة من المشروع السياسي المطروح أو من حالة الموكبة أو حالة التعبئة المحددة دي. بالتالي إنه مسألة التضليل والتغبيل بإنه الموكب عدده بسيط وإنه الموكب ما نجح والموكب ما حصل لنتيجة، ده كلام عار من الصحة. يا إخواننا موكب الناس دي نجح بنسبة 100%، أنجح موكب حصل بعد يوم 30/6 هو موكب الناس دي الأمس. نواجه الحقائق. ليه؟ لأنه ما عدد النجاح يا إخواننا، ما العدد. أنت هنا ما في حالة عدد. الليلة الدولة العميقة دي هي ما بتعاين للعدد، هي بتعاين كيف إنها هي تخلق التوقيت السياسي المناسب في زمنه والتوقيت المناسب اللي بيخلق حالة قصوى من حالة التأثير السياسي. دي الخلاصة بتاعت العمل السياسي كده. العمل السياسي ما يا إخواننا ما أرقام، ما نتائج امتحانات من الأول والثالث، لا، هي تأثير. كيف إنك أنت تخلق حالة بتاع التأثير، تشغل الرأي السياسي بموضوعك أنت طبعا. ده النجاح يا إخواننا بتاع المواكب والمسيرات، إنها كيف تخلق حالة التأثير القصوى في رسالتها، في توصيل رسالتها. الكتاب قدروا نجحوا أمير وصلوا الرسالة بتاعته، وبالتالي ما بعد يوم 30/6 موكب يوم 30/6 اللي كان عمل الفارق السياسي ده لصالح الثورة، هو نفس المعادلة السياسية بمقياس النجاح بتاعه من ناحية التوقيت السياسي السليم من ناحية في زمنه ودرجة التأثير السياسي بتاعه في توصيل الرسالة. والناس نجحوا بنسبة 2%، يعني ما لف ندور. النجاح بتاع أمزة له مدلولات وله رسائل كثيرة جدا. الرسائل بتاعت المستقبل. الناس ذي الموكب بتاع أمزة هيديهم التحفيز المناسب جدا في انه حيوقتوا ثاني وحيقوموا بمواكب وحيقوموا بحاجات كثيره جدا. ليه؟ لانه احنا خلقنا الثغره الكبيره والمدخل ده ليهم، اديناهم المدخل ده بدون اي، يعني ما تعبوا فيه صراحه، ما تعبوا فيه تماما. يعني احنا شفنا الثوره خلال السنه اللي فاتت كلها انها كيف جابهت المخاطر والموت والاستشهاد والرمي في الجثث في النيل والاغتصابات والمداهمات في البيوت والكلام الكثير ده كله. الثوره عاشته جابهته وواجهته تحدته الى ان وصلت ما وصلنا له. يبقى بالمقارنه دي احنا كيف خلقنا ماك؟ انا قلت يا اخواننا الغرار السياسي بتاع حل حزب المؤتمر الوطني، حزب المؤتمر الوطني حله سياسيا، ده الكلام ده انا قلته قبل اسبوعين يا اخواننا، بس
قلت لكم الغرار ده كارثي، كارثي للثوره، لانك انت ما بتحل لك حزب سياسي. ضربت امثله كثيره باحزاب سياسيه، الحزب الجمهوري، الحزب الشيوعي، كده كده، دول ما تحلوا مليون مره. الانقاذ ذاته لما جات الكيزان ده لما جه في 89 حلوا اي حزب وحلوا اي نقابه حتى. هل ده اوقف الناس من عملها؟ لا بالعكس، بعد الغرار ده خلال 24 ساعه طلع المساق بتاع التجمع الوطني الديمقراطي يعني من سجن كوبر. يبقى العمل السياسي انت ما بتحله بغرار سياسي. قلنا يا اخواننا بالعداله، بالقانون، بالمحاكمات. يا اخواننا امس انت لما تلقى في الموقف ده كل الرموز اللي يجب انها هي تحاسب وارتكبت اكبر الجرائم وافظع الجرائم خلال ال 30 سنه، يعني من اغتصابات، من فساد، من قتل، من ابادات، من عنصريه، تلقاهم في 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 الواجهه وبكل حريه وبكل انجهيه وبكل هناك بدون مساءله بدون محاسبه. يا اخواننا ده اللي بدي ده اللي ادى النجاح، ده اللي ادى النجاح، ده اللي خلى الناس تفكر صح، خلى التوقيت الزمني والسياسي بتاعها سليم، خلى درجه التاثير بتاعها لموكبه يكون في مداه الاقصى، نحن ساهمنا فيه، نشرنا فيه، تحدثنا عنه. ده يا اخواننا بيجابه بالعداله، بالقانون. يجب انه الدور بتاعنا نحن ما قمنا منه، يعني احنا بنقول حكومه حمدوك، بنقول مكتب النائب العام وكذا وكذا، لكن احنا علينا الدور الاساس، نحن علينا الارضيه يا اخوان، علينا الارضيه، علينا نحن فتح البلاغات. اي دول انت الليله بتعرفوا مرتكب جرائم في العهد الفات ده، اذا كان ضابط امن، اذا كان من غير الرموز النظام، اذا كان يجب انه فتح البلاغات، ساعدوا الناس دي، الناس دي بيحققوا النيابات بتاعتهم دي بتتحقق في المسائل دي، وبالتالي الناس دي كان مصيرهم بيكون الان داخل كوبر، ودي ده ما طالبوه احنا، عشان كده احنا بنطالب بالمجلس التشريعي. غياب المجلس التشريعي هو باقم كبير جدا للثوره المضاده، ونجاح كامل للثوره المضاده يا اخوان، وبالتالي في عدم وجود المجلس التشريعي اللي بيشرع لنا ذاته، يبقى ان احنا اصلا الثوره عايشه في حاله بتاعت اشهار، ان احنا قاعدين ندعمه بكلام. صحيح حكومه حمدوك، حمدوك ما عنده سلطه، ما عنده صلاحيات يا اخواننا، الكلام ده قلنا مليون مره، ما عندهم صلاحيات، ما دام ان هم عايشين على الوثيقه الدستوريه الهشه دي. يبقى الوثيقه الدستوريه دي احنا ما بنقدر نعدل الا بمجلس تشريعي، المجلس التشريعي بتعينه ده وبتلسانه كمان انه يجب انه كان يكون هو ده المرمى. انا اتخيل لي ما في حاجه اسمها احتفال بعيد الثوره الاول، لانه الثوره هي لم تنجز مهامها بعد، وبالتالي احنا في احياء للذكرى، احياء لذكرى الشهداء، لانه الثوره لم تكتمل بعد، ويكون هذا الاحياء للذكرى هو يعني التزام ووفاء للشهداء بحاله الغصاص العادل له وحاله الغصاص العادل للوطن، وبالتالي احنا مطالبين بضغوط يكون مصدر الاساسي هو مصدر العداله، حريه سلام وعداله. دي يا اخواننا لا تطبق ولا تنفذ الا بالقانون، الا بالقانون، لانه مثيره امبارح دي انا بقول لكم انشاط ليه؟ لان هي اكدت قيم المجتمع، يعني الليله اللي بيحتفلوا لنا بالشارع بكل حريات بتاع هنا هم الناس اللي عملوا على تغويض قيم المجتمع ذاته وسماحته وتعايشه وكده، وبالتالي افضوا لانه هم يكونوا الواجهه بتاعت الفساد يعني. وده نجاح لهم يا اخواننا، ما يعني ما نقوم اللي في الدور، نحن نواجه مشاكلنا، نحن علينا يا هذه الذكرى انها تكون الضغط اساسه ورئيسي، يعني الاحتفالات او الدعوات اللي بدات هسه اليوم 19 هي تكون احياء، ما احتفال، هو احياء لذكرى الشهداء، احياء للغصاص، احياء لمهام وانجاز مهام هذه الثوره في حريه سلام وعداله، وبالتالي يكون مطلب يوم 19 الاساس والرئيسي هو تعيين المجلس التشريعي، لابد انه يعين المجلس التشريعي. يا اخواننا عدم تعيين المجلس التشريعي بيدي كل الصلاحيات للسلطه الامنيه. واللجنه الامنيه دي يا اخواننا هم كيزان يعني. المبارح لولاهم لما خرج الكيزان يعني، ولا ما تجرب. وبالتالي ان احنا نقوم بدورنا. هسه علينا حاله الضغط الكامل المتكامل في يوم 19. يوم 19 ده هو يوم احياء لذكرى الشهداء، يوم احياء للغصاص والعداله، ويوم احياء للضغط على تكوين المجلس التشريعي باعتبار انه نحاول ننجز جزء من مهام هذه الثوره، لانه هذه الثوره لم تنجز بعد، الثوره لم تنتصر بعد يا اخوان، لم تنتصر بعد، وبالتالي ما في حاجه اسمها احتفاليه وانما هي احياء، وبالتالي ده مربوط مع التوقيت السياسي، حتى انه المساله دي حتتكرر، المواكب حتزيد، حتضاف، نزل عندهم امكانيات كثيره جدا ممكن يحركوها ليهم، يعني عايشين في وضع افضل مما كانوا عايشينه في عهدهم ذاته، انه هسه بيتجروا وبيتكلموا ومؤمنين وبحريه وكده وشالين مسدساتهم، المساله دي مخله جدا جدا. الجانب الثاني منها اللي هو انا اوريكم اللجنه الامنيه كيف انها هي متآمره
ومؤمنه ومخططه لهذا الموقف بتاع امس. لان انت عندك يعني حل بتاع، انا بقول لكم الحل السياسي اصلا ما بينفع، انا عارفه تماما وانا اتكلمت عشان كده عنه. يعني انت كيف عندك غرار بتاع حل سياسي للحزب وانه بيقوم بالجمهره دي؟ هل حزب الجهاد الاسلامي يقدر مثلا يقوم بمظاهرات زي دي في مصر مثلا؟ ما يقدر. ليه؟ لانه اصلا محظور، حتى في احد الديمقراطيه ما قدر لانه محظور، وبالتالي انت بتطبق القانون. يعني يجب امبارح كان الناس كلها تطبق اذا اصلا الغرار السياسي ده هو ناجح، لانه لو اصلا الغرار السياسي انت بتحترم هيبتك كيف وهيبه الدوله كيف؟ لو منتظر غرار سياسي يجب انك انت تحمي هذا الغرار. دي المعادله السياسيه هنا، تحمي هذا الغرار عشان تحمي هيبه الدوله قبل ما تحمي اي حاجه ثانيه. تحمي هيبه الدوله وغراراتها وكيف انك تنفذ. يجب امس كان يتم احتلال الصفوف الاولى دي كلها من الناس اللي انت حليتهم بغرار وهم بيتحدوك فيه وبينفذوا مشروعهم ده بشكل كامل. ده دي القضيه الاولى اللي يجب انه احنا نفهمها كده. يعني ما داير عليها تلوين ولا داير عليها اقوم قاعده ولا نفذوا اورام فيها. الموضوع الثاني